سيدي الكريم، كل شيء يعني بقدر خلقه الله سبحانه وتعالى. ماذا صحيح. لله المثل الأعلى، ماذا يريد الله سبحانه وتعالى بكورونا للعالم؟ أخي الكريم، فيروس كورونا هذه آية من آيات الله. الله تبارك وتعالى لو أراد أن يهلك البشر لأرسل فيروس قاتل للجميع فورا، لكنه أرسل آية من الآيات ليذيقهم بعض الذي عملوا حتى ينتبهوا لأنفسهم لعلهم يرجعون. فالآن الناس بدأوا يتذكروا، الله لا يريد إلا الخير لنا. فالحقيقة هذا الفيروس لم يأتي ليقتل هكذا عن جنب طرف. لاحظ أن الإصابات الآن قاربت 2 مليون، وعدد الوفيات تقريبا 120 ألف. العدد بسيط نسبيا، 4.5% من نسبة الإصابات، ولكن هذه عبرة للبشر، عبرة للناس، حتى يتذكروا أن الله قد أنعم عليهم بنعم كثيرة لم يعودوا يهتموا بها لروتينيتها اليومية. ولذلك عندما حجزنا في البيت تذكرنا كم هي نعمة الله علينا أن نخرج ونعمل ونتصافح ونزور الأهل والأحباب ونقوم بعملنا. الآن هذه نعمة من النعم فقدناها، ولذلك كلنا يتشوق أن يخرج للعمل. وأيضا عندما منعنا من الصلاة في المساجد حنت قلوبنا إلى المساجد، هذه النعمة التي كنا ننعم بها ونجتمع مع غيرنا من الناس في الحي وفي المنطقة ونراهم ويرونا، هذه قد حرمنا منها، وبالتالي بدأنا نعرف كم قيمتها. دكتور، لأن الله تبارك وتعالى أنعم علينا نعما كثيرة كذلك. دكتور.